استرجاع السنة النبوية الشريفة ما يوضح ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا يطعم من اللبن، فنعى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوغهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا وشربا قبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذا الحديث العظيم يبين كيف أن الإخلاص كان سببا في إنقاذ هؤلاء النفر الثلاثة، حيث توسلوا إلى الله سبحانه بالعمل الصالح الذي أخلصوا فيه لله عز وجل، ففرج الله عنهم بذلك ووقاهم مصرع السوء. فهذا حث على الإخلاص وبيان لأهميته، فإذا كانت تلك ثمراته الدنيوية من تفريج الكروب فكيف بأجره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذا ينبغي على المسلم العاقل أن يجاهد نفسه أشد المجاهدة يا عباد الله، لينقي أعماله من الشوائب حتى تكون خالصة لوجه الله تعالى. ولذلك قال بعض السلف: إن لله عباد